احنا داخلين على العيد دلوقتي، وطبعا ممكن يكون في جشع من بعض التجار ان هم يزودوا في السلع، يزودوا بقى في اللحمه، يزودوا في الحاجات العاديه اللي ممكن نستخدمها في البيت في الاكل. بتواجهوا ده ازاي؟ دي دور جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة الرقابية الأخرى، أجهزة وزارة التموين الرقابية مع وزارة الداخلية الإدارة عن بحث التموين، في جهود رقابية خلال هذه الفترات هي مستمرة طبعا بصفة دائمة. وعنوان المرحلة الحالية هو التنسيق من الأجهزة، ما فيش عمل بينجح. واللي كنا بنفتقده قبل كده طبعا. على لا فكرة، لا لا موجود، ما التنسيق بين الأجهزة كنا بنفتقده قبل كده وكان بيعمل مشاكل كتير. ده موجود وواقع، اللي هي يبقى في تنسيق ما بين الاجهزه بين كلها. التنسيق بين الاجهزه يعني هنا الجهاز عندكم بينسق مع مين؟ بينسق معظم مع شغله كل ما يتعلق بكل الاجهزه الرقابيه اللي في وزاره التموين، كل الاجهزه المعنيه في مؤسسات الدوله، مع المحليات، مع كل الكيانات اللي بتستهدف مصلحه المواطن. اي شغل او اي عمل بتنسيق اكيد بيؤدي نتيجته. في حملات استباقيه بتتعمل بين الاجهزه الرقابيه بالتنسيق مع الطب البيطري، مع مباحث التموين، مع الاجهزه الرقابيه في وزاره التموين، علشان طبعا قرب حلول عيد الاضحى المبارك والسحر الطيبه والشعب المصري. لا لا، ممكن يكون في غلاف سعر اللحوم، ممكن يكون اللحوم فاسده. وكلمني عن اللحوم مثلا، ممكن نتفاجئ يقال منتشر لحم خنزير، اي حاجه فيها اضرار بصحه المواطن الجهاز بينسق مع كل الأجهزة المعنية، مع الطب البيطري، مع كل الأجهزة، بعمل حملات ضبط أي شيء مخالف، اتخاذ الإجراءات القانونية فورا. مش دي ما فيهاش أي حاجة تتعلق بصحة المواطن، دي ما فيهاش تهريج. ولقاها لحمه مش تمام بيبلغ حد او شك في حاجه بيبلغكم فورا. اليات التواصل موجوده في صفحه الجهاز في الرقم المختصر 19588، في خدمة الواتساب دي جديدة احنا اطلقناها، المواطن رقيب، دي جديدة علشان تحل كل المشاكل بالنسبة للناس اللي عنده مشكلة يوثقها ويصور ويبعتها لي على الواتس على الرقم 0128-166-1880. طيب انا متأكدة ان حضرتك بتروح برامج كتير ومعظمها بيكون برامج سياسية الى حد ما، احنا برنامج اجتماعي، فخليني اكلمك عن النقط اللي ممكن برنامج تاني ما يتكلمش معك فيها. هكلمك عن حاجات منتشرة جدا في الشارع، زي مثلا مستحضرات التجميل اللي بتتباع الرصيف، تمام؟ في بعض منهم خطير جدا، في بعض منهم في ضرر وأذى مباشر على الـ على الـ على الناس اللي بتستغل، الستات اللي بيستخدموه، والستات ما بتشتكيش. ممكن الستات ما تشتكيش؟ يا ريت تشتكي. طيب بس دي حاجه معروفه، ال 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 السلع التجميليه اللي بتتباع على دوركم كبرنامج اجتماعي ان انتوا توعوا الناس اللي عنده مخالفه يشتكي. عاوزين نخلق الثقافه دي في المجتمع. اللي عنده مشكله يشتكي، هيساعدنا. اللي واحده جابت مكياج وبوظ لها وشها، او كريم مش عارفه عمل ايه في جسمها او كده، تبلغ جهاز حمايه المجتمع. اي شيء في حاجه غير مطابقه للمواصفات، بتتباع الرصيف، بتنتج تحت بير السلم، كل تحت ده تحت بير السلم، اي حد عنده معلومه او عنده مصانع مخالف تحت بير السلم للمكياج او للحلويات للاطفال بتاخدها. بص حضرتك، احنا موجودين على مدار الساعه وعلى مدار الاسبوع، ورقمنا والموقع متاح للجميع. اللي عنده معلومه حتى لو شكوى شخصيه يشتكي، لو عنده معلومه ان في حاجه قد تضر بمستهلك اخر او بمستهلكين اخرين. يعني لو في ست جدع كده او راجل جدع ساكنين في منطقه شعبيه، تمام، في العماره بتاعتهم في تحت بير السلم حد عامل مصنع، واحنا نحافظ على سريه اتصاله كمان. يعني هو لو اتصل وفي معلومه، لان هو بيحمي المجتمع. طيب حد بلغكم قال لكم ده في تحتي مصنع بيصنع حلويات ولا بيصنع مش عارف ايه ولا بطريقه غير مرخص وغير غير مرخص وكذا وكذا، وبلغكم، ايه الاجراء اللي بتاخدوه؟ بننسق مع الجهه الامنيه اللي موجوده في دايرتها لهذا المكان، بيتم تنظيم حمله لمداهمه المكان، ضبط المخالفه على ارض الواقع، طبعا بعد اجراء تحريات ان احنا نتاكد من صحه المعلومه وان ده موجود. طبعا. طيب يعني حد في بيشتغل في حته وشاف حد بيطبخ حمار مثلا يبلغ؟ ما اعتقدش الحاجات دي موجوده في المجتمع المصري، لكن اي حد يشوف اي مخالفه تضر بصحه المواطن يبلغ فورا، يبلغ لا يتردد. فورا.